وأنتم إن شاء الله على قدر عالي من المسؤولية، وبالتعاون دون التهاون إن شاء الله سنصل إلى بر الأمان ونعود لحياتنا الطبيعية، لكن تسابقوا لأخذ اللقاحنا الطبيعية لكن تسابقوا لأخذ اللقاح. في بداية البرنامج لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج، في الإعداد سعد القحطاني وفريد الكندري، في التقديم بالتنسيق والمتابعة أسامة أبو شهري، في الهندسة الإذاعية منال دشتي، في التنفيذ على الهواء محمد حجي، وهذه أجمل التحايا من الإخراج إدهام دانيزي والإشراف العام سعد الفندي. أنا طعمت نبيها تكمل، أخوكم اللاعب أحمد الظفيري. أنا طعمت نبيها تكمل، أخوكم اللاعب بدر القوائد. أنا طعمت ونبيها تكمل، أخوكم اللاعب أحمد الجعفر. مع تحيات وزارة الإعلام، مع تحيات وزارة الإعلام. إذاعة دولة الكويت معكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر @KWT Radio وإنستغرام @KWT Radio. مع تحيات مستمعينا الكرام، مثل ما تعودنا معكم دائما في اولى فقراتنا يكون معنا قطاع الاخبار والبرامج السياسيه لتزويدنا باخر الاحصاءات والارقام وجائحه كورونا. يا هلا ويا مرحبا زميلتنا مشاعل. اهلا فيكم زميلي احمد وبالساده المستمعين، واخر الاخبار الخاصه بفيروس كوفيد 19، حيث أعلنت وزارة الصحة أن تسجيل إصابة 1288 حالة بفيروس كوفيد 19 يوم أمس، ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 221,743 حالة، فيما سجلت 13 حالة وفاة ليصبح المجموع 1246 حالة، وبلغت حالات الشفاء 1202 حالة، عدد 263,280 حالة شفاء. يبدو زميلتنا مشعل يبدو أن هناك خلل في الصوت، نتمنى أن نعاود الاتصال بك مجددا إن شاء الله. مثل ما ذكرت زميلتنا مشعل، هناك ارتفاع كبير في أعداد الإصابة من هنا ومن هناك، والعالم ما زال يعني يقوم بعملية وحمل إن شاء الله، وسيتم اعتمادها وتوافرها بالقريب العاجل لجميع بلدان العالم، بما فيها تطعيم بايزر، أسترازينيكا أكسفورد، وأيضا جونسون أند جونسون، ولدينا أيضا لقاحات مثل يعني أحتنك في الروسي، وكذلك الكثير من اللقاحات نوفافاكس وغيرها. وأيضا الآن عودنا الاتصال مجددا بزميلة مشاعل السعيد تكمل ما بدأت به. بالنسبة للإحصائية العالمية زميلي أحمد، لانتشار الفيروس فقد تم تسجيل 124,806,956 حالة إصابة بالفيروس، فيما بلغت أعداد الوفيات 2,746,311 حالة وفاة. أما أعداد الشفاء سجلت 100,842,866 حالة شفاء. الولايات المتحدة سجلت 30 مليون وأكثر من 600,000 إصابة إجمالاً. البرازيل تجاوزت 12 مليون إصابة، أما الهند قاربت من تحقيق 12 مليون إصابة، وفرنسا سجلت يوم أمس فقط 20 إصابة جديدة بالفيروس. بالنسبة للأخبار المحلية أيضاً، قالت هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن حقنة اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لا تفطر الصائم ولا بأس من أخذها في نهار شهر رمضان المبارك. وأيضا أعلنت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات منتدى الحكومة الإلكترونية الثامنة أن المنتدى الشاملة ضرورة ملحة لما بعد كورونا وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخارج الحمد أصدر.
واحدة من أجل صدر يتم تناوله عن طريق الفم لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا. وأظهر اللقاح المرشح نشاطا قويا ضد كوفيد-19 ويتبع فئة الأدوية المستخدمة لعلاج مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز وفيروس التهاب الكبد الوبائي. وأخيرا عندنا يذكر أن